عبد المنعم الكتيابي الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد المنعم أهلا بك معنا. التكوين السوداني السياسي كيف يتابع تفاصيل المشهد في هذه اللحظة؟ مرحبا. الخصوم الآن تعيش بالكل السودان يعيش حظات من الفرح والترقب لجلاء الموقف الغائي الذي كان يسيطر على جلاس طيلة الثلاثة أشهر أو أربع إلا قليلة. هذا أمر مشهد الشارع الآن، أعلام وجموع المتظاهرين يفيدون إلى القيادة العامة على العدد الموجود الآن، يقدر العدد بما يقارب 7 مليون شخص داخل محيط القيادة العامة. وحتى مظاهر البهجة والفرحة والسرور تبدو حتى على أفراد الوحدات العسكرية التي ظلت ضابط لأيام طويلة حول القيادة. طيب، هذا بالنسبة للشارع السوداني. كنت قد سألت سيد عبد المنعم حول التكوين السياسي السوداني، المعارضة السودانية، الأحزاب السودانية، كيف تتابع المشهد الآن؟ وهل هي راضية باعتقادكم عن ما وصلت إليه الأوضاع الآن في الخرطوم قبيل الإعلان المرتقب؟ نعم، القيادة العامة للأحزاب متمثلة بتجمع المغنيين وقوى الناس خلال التحالف وقوى التغيير هي كلها مجتمعة حول مبدأ إزاحة النظام القائم وتنحي البشير القصير كل دوائر النظام. هذا المشهد شهدناه أمام القيادة العامة كمرحلة متقدمة من المراحل الأولى التي بدأت بالتظاهرات في الأحياء ثم الاعتصامات وإضرابات المهنيين في مجالات مختلفة. و يعني الشارع تدرب خلال 100 يوم على التواري، تدرب على الانصياع لي وتلبية أوامر القيادة العسكرية التي القيادة المدنية عفوا التي تمثلها قوى التغيير ككل، وأظلت تلبي طلباتها بالحرف الساعة الواحدة، يعني الساعة الواحدة في أي مكان، في عبرة، في الخرطوم، في نيالة، في دبيط، في كل مدن السودان تبقى المظاهرات تنتظر إلى أن تتوج كل ذلك في الخروج الكبير في 6 أبريل والاعتصام في محيط القيادة. وهذه لأول مرة تحصل هذه القيادة العسكرية التي تمثل منطقة ممنوعة الاقتراب بها أو التصوير، ظلت تخطط بلا خوف، كسر الجمهور حاجز الخوف بمعارضة سلمية حضارية راقية جدا جدا، تصل إلى يعني مستوى أعاد الثقة للنفوذ، أظهر الجوانب الجميلة المضيئة في المجتمع السوداني حيث ظل الناس يتبادلون الغذاء والماء والدواء وكل الأشياء دي. عاشوا مجتمع واحد خلال 5 أيام الماضية في محيط القيادة بحراسة القوات المسلحة. نعم، هذا المشهد سيد عبد المنعم، هذا المشهد وأنت بدأت بتوصيف الحالة على الأرض والحراك المستمر والمتصاعد أمام مقر القيادة العامة للجيش وعلى الكوبري الواصل بين الخرطوم بحري ومدينة الخرطوم، ولا تزال التظاهرة مستمرة حتى الآن رغم ما كان ينادي به المتظاهرون. كان هناك تعهد مرارا وتكرارا من قبل الرئيس عمر البشير منذ بداية الأزمة باتخاذ خطوات إصلاحية، لكن ما كان يقوله البشير ربما لم يلقى صدى أمام الحراك. هل هذا هو نتاجه اليوم؟ نعم بالتأكيد، لأن الناس تعود يعني خلال الفترة الماضية خلال 30 عاما كانت كلها مفاوضات ديكورية، حوار ديكوري، محاصصة على صعيد الجهوية والقبلية والعرقية، لم تكن هنالك مشاركة فعلية، لم تصطدم هذه الحكومة لم تصطدم طوال فترات طوالها القطاعات الفاعلة في الشارع. المجتمع المدني كان يرسل نفسه في هذه اللحظة
لذلك لم يصدق الناس تلك الاصلاحات، وبالدليل فشل النظام حتى عناصره اعتذرت عن المناصب الوزاريه التي اعلنها البشير بيرو سيعين حكومه كفاءات، لم تكن هناك حكومه كفاءات، نعم هنالك اشخاص فقط يملؤون مقاعد هيكليه داخل التنظيم الذي ادعى انه هو نظام تكنوقراطي. ظل البشر يعني يستمر يتصاعد في البشر يوما بعد يوم الى ان وصل هذه الحاله، هذا ما يدل على نجاح القياده المدنيه لهذا الحراك الذي توج اليوم بهذا النصر، ونرى الاطفال المسلحه لعبت دورا كبيرا في تجنيب البلاد الدماء والدمار والفوضى. ونسال الله ان تستمر يعني هذه الاشياء. نعم، هل المطالب فقط بتنحي الرئيس عمر البشير أم أن الأمر يمتد إلى قيادة أو رموز حتى رموز الحزب الحاكم السوداني خلال فترة 30 عام؟ كان هناك عديد من الوجوه التي ألفها السودانيون على سدة الحكم، سواء كان في وزارات في هيئات وغيرها أيضا من المهام التي أوكلت لهم بناء على تعليمات من الرئيس عمر البشير. نعم نعم، حاليا المشهد يمشي بهذا الترتيب. أولا تمت اعتقالات واسعة جدا وسط رموز النظام الإيطالي، تمت اعتقالات الآن